أنه يريد إعادة النظر وإعادة القراءة. وبنفس الوقت هناك استراتيجية أمريكية تقول دائما وأبدا عندما تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية وتنسحب أطراف العدوان وهو مبدأ استراتيجي من أي مسألة وتتسلق على الحل السياسي دائما وأبدا تنسحب تحت الغبار وتنسحب تحت قاعدة السلاح والقوة. لذلك لا تنسوا هي الآن تنظر اتحادها حقيقة إعلاميا وسياسيا وأمنيا وعسكريا من مسؤوليتها عن هذا الجهاز الذي أصبح عبئا. أيضا يعني هناك خط آخر يسير وخط الحوار الوطني.